السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبيب قلبي. رمضان على الأبواب، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها جميعا. والنهارده يا حبايب الروتين بتاعنا هننظف الصالة ونروقها ونحط الستائر الجديدة ونروق. انت عارفين بقى مزوز يا حبيب قلبي ده في الحاجة على طول وبتنظف حلو. مش بقى ايه؟ اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان نوصل لكم كل حاجة حلوة احنا بنعملها يا حبايبي. يلا يا حبايبي نبدأ مع بعضنا الروتين بتاعنا يا حبايبي. مش بقى الفرش بتاعنا احنا غسلناه، شوفوا خليته زي الفل ازاي، اللون بتاعه ظهر بقى جميل ازاي. هو بغلب شوية بس هركبه. غلبوني يا حبيب قلبي بس ركبتهم برضه. الكبار بقى طلعوا عين على بال ما عملته، واجيبهم يمين واجيبهم شمال لغايه ما ركبته. غلبوني حتى الصغيره راحوا غلبتني. يا حبايبي بقى ايه؟ هنحط بقى الركنه اقفشها بقى قدامكم واوريها لكم. برضه دلوقتي كنت غسلهم يا حبايبي، شايفين الابيض باين جميل ازاي؟ اه حطيتهم في الغساله بقى وحطيت لهم الاوكسي بقى خلاهم والريحه بتاعتهم جميل، شويه معطر كده خلاهم جمال. يلا حبيبي ركب الستائر مع بعضه. داليال نعم نقول للستائر ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قولي لي بس تبقى. شايفين يا جماعة احنا عاملين في البيت فرح. وبالليل بقى بتكون فرح فرح يعني. بنضلم الدنيا ونشغل الانوار دي، يعمل اضاءة جميل. قولي يا تليول. لا الستير التاني جديد. لا تليول الكحل الأول عشان دي هتبقى في النص. شايفين يا جماعة ستاري الجديد تحفة. يلا
عارفين نص الكرتون دول برضو يا حبايبي، طلعت ركبتهم اهمت. ايه كنا غسلهم برضو. تعالى عدي بقى قولي لي الجردل اللي فوق مين حاطاه عشان امسحها هنا عشان انزل الرفوف هنا. هنقول له الجرف كده الاول كده ناخد القلم الزبالة ده. ده انت بتعتيني يا شيخ يا ستر عليكي. حبايب قلبي قولوا لي بقى ايه رايكم في الديكور بتاع ام سوزي؟ شكله تحفه، حاجه روعه يا حبايب قلبي. هنحط بقى المخدات بتاعتنا ونظبط الدنيا مع بعض يا حبايب. ايه
حط بالك ده ديت عشان كده مش عشان هي ام كانوا مغسلين بس في اليوم بس هي في البلد بتغسل مش فارق. يلا يا دودو هات ال زيت الفحم حط الهدايا تلمع كده من النص هاتلي المفرش بتاع الترابيزة دي وشيلوا السماعات والشواحن بتاعتكم دي. اه المفرش يجري. اه فين يا ماما؟ عندي جوزة حطها عندي. انا هطلعه. خليه مثلث كده. هو يا دنيا مثلث؟ اه. ماشي. شايفين يا جماعة؟ تحفة. أنا بحب أوي رمضان، مين اللي بيحب رمضان زي اكتبنا في الكومنتات. كل الناس بتستنى رمضان وبتحب رمضان. أنا بستناه من السنة للسنة والله. إن شاء الله يكون سنة سعيدة عليكم. فريش يا نص جد كده يا حبايب قلبي خلصت الصاله مسح زي ما انتم شايفين كده هفرش السجاده بقى وهوريها لكم يا حبايب قلبي رايكم يا حبايب قلبي في المنظر الجميل ده والستائر الجميله دي شايفين ادت منظر جميل للصاله والفرح اللي احنا عاملينه كمان شوفوا عاملين فرح بهدوم شهر رمضان المبارك يا حبايب قلبي وبكده يا حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين ومتنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد يلا سلام يا حبايب قلبي